السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في استد القلاية. طبعا اليوم غير، والأجواء غير، وختام المجموعة غير عن كل التوقعات. الكل كان منتظر نتيجة المجموعة الأولى على حر من الجمر، وطبعا لكل مجتهد نصيب. صحيح الحظ يلعب دور، لكن الخبرة لها دور كبير في هذه المسابقة. على كل حال وصلت الأمور إلى خواتيمها، مبروك للي فاز، وحظ أوفر للفرق الباقية اللي كافحت حتى اليوم الأخير وكانت ند قوي. ونقول لهم كفيتوا ووفيتوا، موعدكم إن شاء الله في الموسم القادم إن قال الله الزمان الجاي. وإن كان تذكرون ضيف الحلقة اللي وعدنا أيام الدخول إنه بيسير علينا وهو متأهل، وعد ووفى، ونقول يا مرحبا بالجميع ويا مرحبا ومسهلا ومبروكين، وفالكم الفوز إن شاء الله في النهاية. أنا فالك الخير. طبعا أبارك لأخوي نايف العتيبي قائد فريق الجنوب، يا مرحبا سليمان، الله يرحب بك يا مرحبا، وتستاهل الفوز. تستاهل خير، الله يسلمك. وبارك كذلك الأخوي سلمان بن راشد المري، الله يبارك، تستاهل الفوز يا ابو راشد، تستاهل خير، الله يرحمه عليك. وبارك الأخوي ناصر بن عبيد التوال الهاجري، يقول لك مبروك، الله يبارك يا عمرك. وبارك كذلك الأخوي عبد الهادي بن علي المري، يقول لك الف مبروك، الله يبارك فيك، يرحم عليك. طبعا انت داخل في المحميه، يمكن ننوه للمشاهدين، طبعا في المحميه داخل ممنوع تلفزيون، ممنوع وسائل، اي وسائل ترفيه داخل في المحميه ممنوعه، لا اتصال يا ابو نهار، اي نعم، لا تلفزيون ولا جوالات ولا نت بالمره، ولا حياه راديه بحته، ها، ولا راديو الرجال، ولا راديو الرجال. بنعيش معاكم يا فريق الجنوب بحكمكم صاركم فتره ما عشت اجواء اللي احنا نعيشها كل يوم، بنعيشكم اجواء القلايل ونرجع نسولف على الحفل وعن الامور اللي صارت كلها في القلايل. نشوف معاكم هالشله ذي ونعيش اجواء القلايل وراجي لكم. عطايا الله خيار المكاسب حوال الباب، غناة الرجل غايرت هواه عزاوية، غناة الرجل غايرت هواه عزاوية، خيار العطا سترى اللوازم كرم لشناب، عطايا العرب تخليص دين ودفع دية، على صوت راعيها ولا يفوع جرقاب، تعرفه ولو هو بين 20 جنسية، ولا حلت بقاعه وزان المقام، وطاب فوين انت يا من خونت به قوية، وين انت يا من خونت به قوية، املاع حشو ارزام خلفه دير ركاب، وللهرش طرح يا انت بنه مجانيه، على طرف ما تهم حامس ولا حرداب، عصب هالهي جلي عصب بطنه ونيه، ونار على جمره السمر تشعف الشباب، نديمة مباهير من الخصر مزوية، نديمة مباهير من الخصر مزوية، أجلال بهم صامد الكيف للشراب، هوا جرة المنكوس ولا الهجنية، لهن عتق الغرنوق والجنب جنب غراب، على ركايه النار صبحا وعصرية، وسنام الحوار اللي ما ضوي من القصاب، اخراج مهل يا هواد الليل مارية، اخراج مهل يا وبكير سود نقر نستها خلوية، قرام الخريش اللي من الطير قلب أهاب، مفرط وشايف ريش ربده مرمية، تنحر مهب بالنود متزبن السحاب، تصل فاك جنحانه تصل فاك كدريه، تصل فاك جنحانه تصل
توصل فاك قدري على قطع النظرة كبر طلقة الشباب على رعي القر ناس مبعد حراوية يخلى الفرخ انصام للرمع والمطلب على الصيد نفسه فالمنخلة حشودية تساوت بها الثنتين روزن وكف عقاب على قلب سبع وعين ذيب ولا غب حية على قلب سبع وعين ذيب ولا غب حية من اندك فيه السبق وانسلمنه قطاب عجز راس صقاره يعدد حباري ما هده دسم شارب وسبقه ما حل عجاب وفيها القصيدة الحي يغرق وافية يسمى أحزام الضيق ومركد الأعصاب وفال السعد ومنوم سر راس راعية وفال السعد ومنوم سر راس راعية شارب وسبقه محل عجاب وفيها القصيدة الحي يغرق وافية يسمى أحزام الضيق ومركد الأعصاب وفال السعد ومنوم سر أسراعية في هذا هوى نفسي ما دام العمر ما الحياة اللي تسمى طبيعية وهذه الحياة اللي تسمى طبيعية مرحبا بكم مشاهدينا الكرام ورجعنا في مجلسنا في العريق وشفنا معاكم ذا الفرحه واللي تستاهلونها خطر عليكم كنا ندخل داخل في بيئة القانص مع اخوي خالد عبد الرحمن الكعبي واخوي حمد العلي ونقول لك الاجواء ترى في التصوير غير وفي التلفزيون غير اللهم لك الحمد اللي ظهرتوا فايزين وشفتوها الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين تستاهل تستاهل خير اول ما قبل ما دخل اول ما دخل الاساس يطلع لك الاساس من هو كان عبد الهادي نعم جاء في طلبنا عبد الهادي ظهر عبد الهادي اعتذر وطرشته عبد الله بن صقر البوعنين ونعم فيهم كلهم ما ذاك زود عبد الله ثوري رجال وحماسي وقال كلام في الاستوديو ما سمعته انت كنت داخل في المحمي اي نعم راح زين راح الله يحفظه يسمح دربه خلينا نعيد معاكم مشاهدينا الكرام وش قال عبد الله بن صقر البوعنين عضو فريق الجنوب والتحدي اللي قاله عندنا في البرنامج نشوفه معاكم وقبل نعلق عليه نشوفه طبعا شفنا معك فريق الجنوب وفريق بيت الشعر لكنكم ابعدتم من المكان يا ابو صقر والله ما ابعدنا وايد لكن صارت الظروف اللي اخرتنا بس زين اشوف سلمان مرشح بقوه مع ان عندكم انتم ناقصين في الاساس ونقص بعد واحد زياده خذ الشبع على يا اخي هو خاب الرابعه ونعم كافو ما يحتاج بس المحميه غير الجلال ترى احنا غير بعد وانتم غير نفسنا لنا واحنا غير بعد وكافو بس تقول تصريح الان حين وصلنا للنهاية معاكم عشان ما نأخركم على ممساكم بصقر أنت تقول حلنا غير نعم إيش وضع فريق الجنوب الرابع مشاركين من بعد أربعة أيام وين نعم عندي أنا في المجلس أكبر أربعة أيام إن شاء الله نعود عليك إذا الله راد يا المجلس ولا عودنا عليك المنصة ما رح بعدي نعم. كافو بصقر يستاهل فريق الجنوب وهذا احنا نطمح عليه في برنامجنا في القلائل وحتى اللجنه تطمح على هالتصريحات الحلوه وهالترشيحات اللي تعطي دافع قوي للفريق سمعت عبد الله وانتم كنتوا داخل والرجاء قال لك انا واثق بالرابع وانتم تستاهلون وثقته في محله وانتم كفو مع ان كان الفريق ناقص اثنين الوالد الله يعطيه الصحه والعافيه عبد الله وباقص معكم اللي هو من هو الثاني ثمانيه لا هم مسجلين ثمانيه 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 جعلها ما يشوف شر ان شاء الله ما يجيك ان شاء الله عطني عبد الله ابو عبد الله فرحه الفوز وانت جاي انت طبعا ما ابي يكون ظاهر من المحميه وعاد الشكه في حسابات
الفرق متلازة وهم متلازة وانت ما انت بعارف النقاط الباقي عند الاخرين اللي في الثاني. لا بالله بعارف يعني وش صار معكم انت الربع؟ والله يعني ان شاء الله احنا اليوم اجتهدنا ومتحمسين بس بنهار اليوم شوي لعب في اصابنا. من اللي لعب في اصابكم؟ بنهار اليوم. يعطيكم العافية. قام قام يخوفكم قالنا كم واحد يا ابو عوده والله كلام طيب اللي قلت له حسست هو ايش هذا بداية الصبح لا الخروج خروج بعد وقت الصيف زين اشكرهم على مشاركتهم نعم واسمحوا لنا اذا جاء من اخطاء والله يوفق قالنا يقول لك يعني شوفك السنه الجايه ما قلت اشوفكم السنه الجايه انا خلاص كلام مجموج ابيض زين انت والربع اللي موجودين انت كنت متوقع انك تتاهل انت الفريق انا متوقع ليه ما عودنا خلينا شفت النهار خلاص لا خلينا النهار قبل انت مثل المساك البارحه بالليل انت الربع متوقع ان نقاطك اللي جبتها البارحه كانت 400 نقطه متوقع ان ال 400 ذي وفي القلايل يعني انها وطبعا ما كان فيه ضبي في الموضوع اللي ثلاث ايام اللي راحت كنت تقولون مع بعض ان والله هذه امال لنا وخاص احنا بكره ان شاء الله لو نسجل احبارها ولا احبار وين ومره طيبه وفايزين ولا كان في خوف؟ ما حد يضمن الفوز كان في خوف في شيء؟ لا بد لا بد موجود الخوف عند كل موجود. كل الفريق نعم المجموعه قويه بعد زين من الفريق اللي كنت ترشحون تقول والله ممكن هو اللي يتاهل للنهائي لو انت خوفين منه والله لا فرقه ما فيها كسور نعم اعطي الفريق اللي كنت متخوفين منه سليه الشقب ولا كلهم ما فيهم وصلك متحرصين من الشقب اكثر من الهلي ها العام شارك معه وخسر انا ابو عبد الله شارك معه الان واذا الزمان خذينا قضاه جعل ربي عوضه خير ابو طالب جعل ربي عوضه خير ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله ابو طالب من الناس المميزين جدا وفريق مميز وصاحب فارق سابق طبعا ونقول ان شاء الله معوض خير ابو طالب الله يعوض قلت لي ابو عبد الله موضوع النتائج زين يوم اصبحت الصبح اليوم الملوى عليش يوم تماليته وانت الحين منكفين للبطوله ايش كان الملوى فيه؟ صراحة الصبح أول ما صراحنا يوم تماليته أبي الملوى إيش كان فيه يوم تماليته وشو عليه على ضبي على وجهكم اللي بيظهر في وجهكم تصيدونه والله أي شيء ما نخليه شيء ما تبدأخلي شيء نعم حتى الكروة ما نخليه شيء بعد مرة نعم. آخر يوم خربينها اللي في خطة في باكم حطتوها البارحة في الليل كنتم مشغول عليها يوم أصبحت الصبح نعم في خطة حاطي شيء نعم ومشينا وش كانت الخطة الخطة طرف العرق من شرق تجهيل الشمال هذا اللي خلقت ميح اليوم من الفرق صح؟ اي هم يقولوا في خطتهم اليوم ميحت من الفرق شوي اي بالله يعني اليوم الوحيد اللي ما شفت فرق في العرق اليوم يعني ما شفت الا فريق اخر شيء من شمال موجه جنوب هذا اللي تبعته وصلنا العرق اخر شيء من شمال شفت احد من الفرقه يهد وضايقك نفسيا تقول والله الفريق الثاني اشوفه قاعد يهد لا اليوم ما شفت احد يهد لا اليوم ما شفت بالنسبه لك يا سلمان لا ما راينا احد يهد كلش وما رأينا أحد ما شفت أحد من الفرقة العرق كامل ما في فريق ما في أحد هذا كان مخلنا في العرق ما دفعلكم الحمد لله رب العالمين وأنت يا راشد أبو علي دجنا في العرق وقلنا يلا حال مسحبية يا مقبلنا لا فرقة محولة من مسحبية كنا نحاول يسار قلنا هي ما عدلنا نص ساعة ولا ربع ساعة ما عاد منهاش نعم ولا عاد لك في مجال أنك أنت تدخل في إنذارات ما إنذارات الساعتين محسوبة أبو نهار صحيح تدخل في إنذار وأنت رجال في ختام ما عاد يوقف الصيد الساعة 3 الساعة 2 يوقف ايه بس الفريق ما عنده انذار يعني عشان ياخذ الانذار الثاني اللي فيه وقفه هم عندهم يعني اموره طيبه اي نعم ابو عبيد كنت تتوقع التاهل؟ والله ما حد متوقع التاهل كلش زين ابو عبيد اشوفه قبل شوي مع الشله كان احد مع الشله شو طلع عليك؟ والله تهيض كل من تهيض كل صقار وحتى اللي مو مصقرين يتهيضون صادق شلتهم طيبه ولا يوم عرضوا لك الربع الصفر عيسى السيد عرض لك الصفر والصفر بعد تهيض وتذكرياتك فيها والهدد ودرى شفت كيف جماليات القلايل داخل وشفت كيف كيف الصيد فيها جمالياتها كيف فرقت معك من مقناصك اللي انقناصته في السنين اللي راحت اي بالله تفرق هو الوحيد كان محتج على التصوير محتج ربع الحكر هذه من انا شرحت له الموضوع شرحت له ان انت في النهايه راح تشوف هالشيء قدامك لو طلعت من المحميه ان شاء الله بتشوف التصوير اي التصوير يشغل انت جايب تهد ولا تصور ولا وانت الرجال محتفل ويجمع انت في ظهر مطيه انت ما تلام ما تلام يا ناصر في الاجنه ما يلمون هم ما يلمون بس هذه قوانين بس في ظهر مطيه معك طير قبض اخطاب قبض كاميرا صحيح شوي
زين خلينا نشوف على المشاهدين عشان ما نطول عليهم. ولو دارين كذا التصاوير كان قلنا نزلنا طرش الله يبارك فيك. تصورينها في النهايه ان شاء الله لك ما تحرمونا ان شاء الله اذا الله ان شاء الله. نشوف مشاهدينا الكرام معكم طبعا تقرير نتائج الفرق اللي لليوم السهليه والجنوب والشقب ومقانيس قطر. خلينا نشوف معكم. المركز الأول متأهل نهائي بطولة القلايل والحائز على جائزة 100,000 تأهيل. نقول ألف مبروك للفريق الجنوب. البيض ما في تنازل. ما وعدت فريق الجنوب خلاص ما يتأهل. يستاهل قسمه جوافيك بيض الله وجهك. ها النتيجة وأنا قلت لي يتعب عليها ويأخذها يستاهلها سواء أنا ولا حد من الأفراد. يستاهلون عز الله يستاهلون. أدينا اللي علينا توافيك من الله الله كاتب لهم التأهيل. في الله ويهم ولا واحد في قصور ما قصرنا لكن توفيق من الله ويستاهلون الفريق اللي فاز يستاهلون. هذه البطولة منافس الحمد لله. أحب أبارك لفريق الجنوب في ظلام جيهم كفوا وفوا وأحب أشكره جميع الفرقة وأشكر بالخاصة أخوياي بيض الله وجههم والله نجيهم. الحمد لله توفقنا وتأهلنا وفعلنا البيرق إن شاء الله. وحدي الفوز الوالد اللي هو اللي صراحة اللي رتب الفريق. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وشفنا اللحظة اللي كل فريق بالقلاية يتمناها. اللحظة ذي يقدها معود ومحمد النهار يعلن النتيجة وده انه هو الفريق الفائز وقدم انفالكم وانتم تستاهلون. استاهل خير. كيف شفت اللحظة والجمهور وهالعالم اللي جاية والوالد اللي يعطيه الصحة والعافية؟ والله لحظة من اجمل اللحظات ما تنوصف الفرحة شيء. الحمد لله فرحنا واستأنسنا. زين الوالد يوم شاف الحين الموضوع شافكم تأهلتم يدخل معكم النهائي؟ والله نشوف إن شاء الله يمكن ليش لا. ولا صعبة شوي عليه ودا والله هو شوي يعني بس جعله ما يشوف شر ما يدري. والبركة فيكم وأنتم ما قصرتوا وأنتم إن شاء الله منكم وافين وتوفون الغرض إن شاء الله بإذن الله. سبعة لكن على ألف ما شاء الله كان تبارك الرحمن لا إله إلا الله. زين هذا طبعا أبو نهار اسم جديد وأشوف سلمان يوم حط الاستكر على نعم الحائط في المجموعة الأولى علقوا اليوم اسمهم
وننتظر ان شاء الله نتاهل المجموعه الثانيه والثالثه والرابعه عقب النهائي ان شاء الله اللي بيحط الاستكر في النص عند البيرق. خلنا نشوف عن فريق الجنوب. نشوف معكم طبعا هذا تقرير خاص عن الفريق الفائز واللي هو فريقكم فريق الجنوب. نشوف مع المشاهدين الكرام ونشوف احلى اللقطات واحلى الصور لفريق الجنوب. انا عذر قبل المطر قايله شمال ترى علي تحبلي يا ربع طلي هذه طبعا من احلى اللقطات لفريق الجنوب. وعاد في لقطات ان شاء الله يفرحون فيها ان شاء الله في التاهل. عاد بنشوف شيء في التاهل في النهايه ان شاء الله. ان شاء الله يبشرون بالخير جمهور فريق الجنوب. انا اشوف عاد مبين عليك اثر التعب الاربع ايام دي. عادك ما اشوف ابو عبيد اشوف الرجال ملا وين ابو صقر وتصريحات وسوالف مرخي. ابو عبد الله صقر ما صرح الا محتزم يعني فريق اعضاء ان شاء الله ما متدخلين شيء يعني زين. انت خطتك اول شيء قلتها الحين على الهواء شافوها لا في النهايه تغير خطه في خطه ثانيه. اي نعم تغير. بتستشير فيها الوالد بعد ولا نعم لازم عادي الربع ها في خطه جديده ان شاء الله بتصرحون فيها الان ولا في مفاجات ان شاء الله. زين اهم شيء الانذارات تاخذها. لا الحمد لله طلعنا من تهنا بدون انذارات يعني زين. انت عارف ان الانذار في ساعتين اي بالله. وانت في غنى عن هذا الامر ذا كله ان شاء الله. عطل الفريق يعطل الفريق ساعتين ذي تعطل الفريق. ابو راشد بيك في النهايه انا ابشر بالبيرق ان شاء الله بعدي باذن الله ترشيح ان شاء الله اذا الله اراد ابشر به اذا الله احيانكم في النهايه عندنا انا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله انا سجلت هدي بعد بعد ان شاء الله ابو علي نقول ان شاء الله اذا الله اراد اذا انكم محضرين هنا ان شاء الله مع اخوي حويدر ان شاء الله واولهم ابو صقر ابو صقر ان شاء الله اراد وباقي بعد من ربع منهم مبارك مبارك ان شاء الله اذا الله اراد انه في النهايه ان شاء الله باذن الله جايكم ان شاء الله فالكم فوز باذن الله تعالى. وانا ودي اني اطول عليكم انتم جايين تعابد الحين اربع ايام الربع يحسبونها اللي يشوفون الان الامر سهل في القلايل داخل ها لا بالله مو اللي في التلفزيون لا سهل سهل ان شاء الله سهل نعم يبينا تحضير هو سهل علينا احنا مشاركين بس اللي ما بعد شارك مو سهل عليه الحين خليت قام ما تشارك واليوم افتكوا لهم من شغله بعد الصب وش علمني عليها وش اللي بنهار الظاهر مو بهو الحال الفريق الافرقه كلها كلهم عشان المطر استثنينا موضوع طرح البيت و هذا اللي كان عشان المطر البارحه عشان المطر اللي جاهم البارحه اكثر البيت ثقيل اكثر البيوت خرسانه واستثنيناهم من هالموضوع واعطيناهم امر بالانطلاق وياخذ عليهم وقت والربع قدهم شافقين بيجمعوا النقاط ياخذ عليهم وقت وياخذ عليهم جهد وهم وراهم نص يوم اعطانا حماس زياده ما قصروا اللجنه. متى جاك الخبر؟ على طول وقت الانطلاقه يعني الساعه 6 ذاك الساعه 6 جاك الخبر. انت عادك انت بتقول نعم خلاص انا هم جاهزين حق تنزيل البيوت يعني بيطرحون بيوتهم فاعطيناهم امر نستثني من هالموضوع. الله يجزاكم خير الله يجزاكم خير معجبنا جدا مو بدوم ترى هو المطر انا حاسف ترى في النهايه يمكن ما يجيك مطر ان شاء الله الله يرزقنا بمطر يقوم القاع ويفكنا من البيت امين 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 بيض الله يجيكم جميع وان شاء الله رب يعطيكم الصحه والعافيه وتفرحون ان شاء الله جمهور الجنوب اللي كان ناس واجد ما كان مرشح بحكم الاسامي الكبيره اللي كانت معكم في الجوله الاولى
وان شاء الله اذا الله اراد لفالكم البيرق ان شاء الله في النهائي. احنا الحين وياكم بنعيش ذكريات حلوه معكم ومع الجمهور مع معشى الفرق كلها البارحه. بنعيشها معكم مشاهدينا الكرام ونرجع ان شاء الله مع اخواني زامل واخوي محمد عبد الله الملهيه واخوي ناصر القحطاني. نشوف معكم. ست حباري وظبي ادلعكم يا لب قلبك. حباري ما نبي زهقنا حباري. اي خلاص. اي ونبي ظبي ليلى مقلقل. ظبي كان حماس اكثر. ظبي والسلقان تطرد وانت معاه ويرد عليك الظبي وجه وجه وترد على المرضان يمين. ايوه ولا اروح. الحمد لله والحمد اليوم صدنا ست حباري وظبي ودخلنا بطولة القلايل داخلين فيها النافس وإن شاء الله فالنا الفوز وما دخلنا عشان نشوف البطولة ولا نشوف داخلين نبي الفوز إن شاء الله والنومس والله هذا إن شاء الله لعيون مشجعي فريق السهلية. شف عيد كل ذا شيء والله بالنسبة لحالة الطقس علينا قيم الحمد لله هذا شيء من فضل الله ونقول الله يجيب الخير. احنا قلناها من قبل لا مطر لا هواء لا ما راح يوقف الفريق إلى آخر دقيقة. هذا ذيبان مسنعنا القهوة والشاي والحباري لبق والله قلبه. تسلم تسلم تسلم. أنت أخلاقك وجهك. ما برد عادي أنا في شيء الضبي. يوم كنا يوم راح من أخواتكم. يمينا يسارة. هاي رايحنا عليك من السلام عليك. ما أنتوا تقولون عندكم. هذا اليوم الضبي مع وجهه طبعا حمد. وين هو وين محله؟ خلاص انتبه الرجل ما شابله. وإذا ما صدق. امشي ما يروح ها؟ الله يمسيكم بالخير يا رب. الله يحفظك. الله يحييك. الضبي الصبح هو اللي اعطى الشله ترى باور من جده. الضبي؟ اي حرام الضبي هو اللي اعطى الربع صحيح. والريوق والريوق. ها هو يلعب الريوق. الريوق. اي حرام انت يا ولد نشط. كيلو وين؟ لا لا كلها صح من بعيد بس الحبارة اللي اخر حبارة ذي. يلا. الربع فيصل يقول الحبار يلا مين مطيار الحبار لا عين ترى وقع هذا هو وقع هنا سير سير اي ده ثوها جاي تنهارب من ورا شمعه وزيد التقت والله شايفها شايفها خب خب ايه مثل البعير منه تعال تعال تقاوى ابو فهد حمراء تعال تقاوى عدم مشروع بس معي ابو جد زبارة يمكن رجل صيد أكثر منك لكن مكان شدك الحين أنا مقعد لي ورانا من الطاقة حطه مكان نبي الأصبحة شوي ناخذ لفة الأصبحة وحنا خارجين أنت دور الأصبحة إيه دور الأصبحة ما تبي النقاط هناك وانا أصبحة من الدربي لك الشطة الشطة يا رب أنا عشاي صيدنا اليوم حط لك صور حط لك فيصل ما نقعد ولا ما طيب نتقعد ما فيها ما بس ما هيسدها كلها مسحب وناصب اي والله وين جاو دبس الطير يا ولد انا ما ودي كنا دبسها كنت مو دابسني انا دبس الطير جلطت تحته
يا ابو القاسم رجع ودسيده خذ منك خذ مني ريش وفني روح حق براصه الله اكبر ما ظننت كذا لا 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 قلوب له شده قلوب له شده ما شاء الله خلوه يقفل بالله لا طول 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 طيب طيب بس حطه في كيس كيس اسود اللي من عندك هناك جاسم مشغول جانا على حسب الأحوال الجوية احتمال يكون في مطر آخر الليل فرجاء كل نوتي البيت حفاظا على سلامتكم شدوا أطراف بيوت الشعر وقتوا عماركم والله يحفظ الجميع إن شاء الله. بكره آخر نهار صيد وحسب ما وصلنا من العمليات الله يجزاهم خير إن فيها انذار عن أمطار تجينا الليلة وتعيننا هالأمطار إن شاء الله بكره ترى الحبارة الجديد والقديم وإن شاء الله إن شاء الله إن بكره الله يوفقنا إن شاء الله ولا يخسر تعبنا ذا اللي تعبنا وهذا الشيء مكتوب لنا وحنا مسيرين وحنا مخيرين. يا شباب ترى بكره عندكم طوام بس الشعر الصف تجميع اغراضكم سماكم استعدوا حق الرحيل جاهزين يا بدر جاهزين طوام نعم جاهزين كل شيء جاهز دريت مسابقة القراية ودخلت الله يجزاه خير بعبد الله ذياب ديان الكويت مندش القلاية المسلم هو عدني ناخذ البيرق وإن شاء الله كفو والله أنا شديت حيله الحمد لله عد توفيق من الله سبحانه وتعالى نعم بك مجموعة الشباب كلهم يروحون الحج على ثلاث مطايا كل واحد عنده ثلاث مطايا مطية المكتبة ومطيتين مقاليس مقاليس معها اي نعم كمون ثلاث شهور لين عودوا ثلاث شهور والحين راح اسبوع واحد قال انا تعبان شوف شو هاي الدلة جايبها خالي هدية لنا ما شاء الله وعمرها 100 سنة ما شاء الله قزرت عند ابوي 50 سنة وكذا وقزرت عندي انا الدلة هاي ويا هذا التنيت الدلة هاي السعودية السعودية بين اللي فيها من ورا هني حساوي هذه عمرها 100 سنة قزرت مع والدي 70 سنة وعقبنا انا استعملتها حوالي 50 سنة وكذا ما شاء الله الله يطول بعمرك يعني يمكن 120 سنة يمكن هناك 120 سنة ما شاء الله والله عز الله خوش دلة مخراتي ما ادري موجوده هنا ما لقيتها انا ما لقيتها زين صالح زين سلام علمني كيف كانت مشاركتك الاولى مشاركتي الاولى مع فريق الشمال ايه الغاد علي سيف الفضاله نعم معك زود نعم حالك كانوا مشاركتي الاولى شو اسمه كنا موفقين فيها في اول يومين ايه صيدنا يمكن 8 اول يوم 8 ما شاء الله ثاني يوم 5 ثالث يوم ورابع يوم والله كتبنا التوفيق ولا تأهلنا الخير في مختار الله اي نعم ومشاركتك هالسنة علومها نفس شعورك هناك مع الربع ولا اي نعم نفس شعوري لكن الفرق ان الله وفقنا في الصيد هذا الفرق بس هذا اخوة اخوان شمه اي نعم اخوة اخوان شمه هنا وهناك نعم ايه هات شويه
انا شاركت 3 سنوات وكل سنة تغير على السنة الثانية، كل سنة تغير النظام وتغير الأشياء فيها القلائد ويض الله فيها من ساعة فيها من صغير وكبير، وأشكرهم كل الشكر، وأنا إن شاء الله السنة الجاية بشارك. كان جانا مطر، كان جانا مطر آخر ليل، والبيت لو شعلومه البيت. الحين وقفت على كرشان الحباري ولا كيف؟ ربع كنترون، ربع كنترون، حطها في كيس، ما كرش حوال اللي حطها في كيس، حطها في كيس، كيس ما من جدة، يستاهل، وهنا واحدة ثرها ثرق وفد، والله إنه صاعدك، ظني عار جمع عند اثنين فدع طابة الجدة ولا، تمشي كذا، وطيري ولا وقعي. مناحر بعد اي مناحر الطين الله لا يرد اكيد بطيت تبي تصدق سرفس الارض يمكن على مستوش بدران ما انت على ظهر اليوم احنا هنا في غاي زرق هو المطار والله العظيم ان عندنا ضبين في الشهر اللي يجينا ها لا 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 واجد اضبى اليوم واجد تريها ما احد لا عين ثلاثه معه ودي هنا ثلاثه واحد جاينا من نيه سواه فيني بعين ابو طالب البارح نشهد اقوى نطيح غافل غافل وطير على يدي مو بعيري في دار هند الهام خليل كنا مقبلة على العزبة وغافل والله ما خده له تالني تلة تلة ونرجو بخالف القوص البعير ويطير على يدي قال ليش الطير لا يخافق بعد ربا بعد ربا تسبوقه هم تروح 60 تمسك لله مثبت الحمد لله رب العالمين والله لو كتبها عطيت شو علم السبحة يا أبو سلطان؟ سبحة؟ ليش؟ أبو سلطان؟ عندك؟ أرتج في البرد. بنرقد الحين. بكرة لنا آخر يوم. والله يوفقنا ويرزقنا بالصيد اللي يهمنا.
تحدينا صدنا، وان شاء الله على هالصيد هذا ان شاء الله ان احنا من المنافسين، والله يرزقنا ان شاء الله التأهيل. هذه اربع حين باقي واحدة هناك خمس، اليوم توفقنا الحمد لله. احنا معنا ستة طيور، نودي ثلاثة اليوم واربعة وبكرة ثلاثة، وان شاء الله ما هي باخر مرة. قرايل حلوة بس تعب، يجي الواحد متمرن جاهز وفي يوم وليلة يجي، يعني يجي خلاص بكرة يشارك يدخل وما يتمرن، لا صعبة تعب من الساعة 5 الصبح لين 5 المغرب، المطية ظهرك وشايل طير يدك تتعب، والمطية مرات تتعب. تظهر مفاجأة بكرة إن شاء الله، توفيق عند الله. ايه والله وجيكم ما قصرت وجه قبيض يا ابو عبد الله، كلهم توجيهاتك وانا اخوك، كلهم كلهم والله ما قصر، باقي بكره ان شاء الله، كلهم ان شاء الله بكره اخر يوم، بكره انتحار ان شاء الله، كلهم اللي ما قصروا على اساس ان شاء الله بكره خلاص عندنا نص يوم بس ما شاء الله على قرناص الهواء اليوم يبغيها بعيد ما يبغيها قريب، هذه هدى ترى والله ما طلب وقف والله على شاف وتو يشوف هذا سنع قرناص الهواء ها؟ ايش هنا قرصنا؟ يبيها بعيد، ما يبيها قرصنا. طلع الطير وطلع الحبالة، الحبالة وين؟ والله قلت حقي. ها؟ شد. إن شاء الله نص ساعة واجد. بكرة نتوزع الشغل، أحد يطول العمر يرتب البيت وأحد يرتب الأشدة وجهز المطاي وجهز كل شيء. لا 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 شد المطايا من شد عليها طيب شاء الله قبل ما نهدم الحكم نجهز مطايانا وانتم ننطر الحكم ايه بالله هذا غسل الاغراض اللي داخل بيدك شنو الاغراض اللي داخل من الليل يلا يا الربع خلاص عشانه رجعت يا عبد الله تم ان شاء الله بكره بس والحزيمات ذي ما تخلص والله ثلاث ايام صراحه ما خلينا فيها شيء ها ثلاث ايام ما خلينا شيء والطالع بينفع نلقى على الشتاء الحين ضبط الاشده نغطيها عن المطر الجو غير مطرد شوي ونلحف الاشده عشان بكره ركبنا ما فيها ماي ها يا ولد خاف ولا ما خاف رحمة من الله المطر إن شاء الله يكون في الصيف كفى من عندك سبحان الله خير يا رب خير يا رب مرحبا بكم مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم من جلسنا هنا في العريق في بطولة القلايل اخوي محمد النهار النعيمي مدير التنفيذي بطولة القلايل مع اخوي محمد عبد الله الملهيه واخوي زام العتيبي واخوي ناصر من عايض القحطاني اللي الله يعطيهم العافيه ما قصروا خلال اربع ايام هم في المحميه مع الافرغه يعطونا علومهم اول باول خلينا نعيش مع المشاهدين يعني اجواء حلوه خاصه الواحد يقدر يفرح لغدا فريق متاهل وبعد ما نقدر اليوم بعايض مستانس ان ترشيحه جاء في محله وفريقه فاز لرشا نقول لك تستاهل الناموس مبروك يا ابو عايد انت والربع يستاهلون فريق الجنوب وهارد لك للفريق السيليه والشقب وفريق
مو بدني مقاريس ما رشحته مقاريس ما رشحته مقاريس جانا نبارك الاخوان طبعا فريق الجنوب يستاهلون ما اخذوها الا بجداره ويستاهلون هذا التاهل ونبارك للوالد ابو فيصل جاهم هنا وفرح معاهم وسعدوه يعني رغم الوعكه الصحيه لكن اليوم ان شاء الله انهم يعني طيبه خاطره واستانس من اخوياه اللي كان خايف انهم يحصل لهم مثلا بعض الامور بعد انسحاب القائد خبرك القائد له دور كبير دور له دور كبير في عزيمه الفريق لكن طلعت العكس لكن طلعت ايجابيه عليهم اكيد وهدوا له هذا الانجاز بيض الله وجهه خلنا بعد في شكر خاص للوالد محمد وابو جاسم الكعبي اللي يقول بيض الله وجهه على تواجده وحضوره في القلائل في كذا موسم معنا هذا الموسم الثالث اللي ما غلطان له وهذا الموسم الثالث له وهذا اكبر دعم من شيبانا يا القطر يدعمل الشباب ويحضر في المحميه ويشارك مع عياله الصغار ويشارك بدعم كبير ودائما متعاون مع اللجنه ابو نهار وقليل ما تحصل عليه ملاحظات دائما لبيه ان شاء الله اي نعم جاء عمره طويل وكذلك شكر لابو طالب بن هليل بيض الله وجهك ابو طالب كان في جمهور كبير رشح فريق الشقب لكن ما صار نصيب وان شاء الله العوض في الزمان الجاي اذا الله حياله وفريق اخوي حمد الغفراني فريق السليه له جمهور كبير وكان مرشح قوي وكان ند للجنوب وتنافس مثير كان البارحه 425 وكان الجنوب 400 لكن سبحان الله تغيرت الموازين لكن ما زال صحيح نبارك لفريق الجنوب تاهل ويستاهلون المركز طبعا الاول على المجموعه لكن والله الحمد ان السليه يعني جاء الثاني بس ما تلاحظ يعني الشقب اللي رشح ابو عبد الله الثالث اول الخاسرين الثاني ما خلينا نقول ابو عبد الله ما تلاحظون وريهم المشاهدين انه ثلاثه فرقه هو الفريق الواحد الفريق الوحيد اللي ثابت على مستواه فريق الجنوب نعم هذا اللي كان متعنا من اول يوم كان خمس ثاني يوم ست هو من ثاني يوم وثالث يوم كان تقريبا الترتيب الثاني ما تغير اليوم قرب النتيجه الساعه 10 الصبح محافظ على مستواه لان تميز رجال الفريق هذا ما تعدى العرق ما بعد من العرق واجد فريق الجنوب ما كان من صالحهم التعادل ترى فريق الجنوب اي نعم لانه ما صعدوا ضبي لو انه رجع تعادل مع السليه كان السليه بحكم انه صعد ضبي البارحه اي نعم سبحان الله اللي ما اقسم عشر جاء من فريق الجنوب ونقول له الف الف مبروك نعم. طبعا خلينا نروح مع الجمهور طبعا الجمهور مشتاق يبي يشوف شو اللي صار اليوم من احداث وش اللي غير النتائج وش اللي صار معهم خلينا نشوف مع المشاهد الكرام تغيير صيد الفرق اليوم وكيف تغيرت النتائج نشوف معاكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين اول شيء صبحكم الله بالخير هذا اليوم الأخير في المحمية نتمنى من الله التوفيق إن شاء الله بالصيد اليوم أما بالنسبة للمطر تقريبا جانا المطر حوالي تقريبا الساعة واحدة الحضر نص والحمد لله وثقنا البيت من شروط المنكاف طرح البيت تجميع الأغراض وتنظيف المكان اليوم استثنينا جميع الفرق من مسألة طرح البيوت بسبب الأمطار اللي جاتنا البارحة مع الاحتفاظ بالشروط الباقية من شروط المنكف أمر عمليات على عموم الفرق تابنستفني طرح البيت والله العظيم كيف يا بطل الفرح يا شباب علينا أنا بابا نبي نتعدى ما نبي نشمت إلا نتعدى شو اسمه أي نعم ادخلوا داخل أضرب عليها جاي من الأرضي أضربوا عليها ونرجع على هذا العربية اللي نخلص الفريق اللي جامل يتوكل على الله ومسموح الصيد We'll be right back.
صارت من وجهتها يا أخوة الميت. طلع لي قبل الفار بسرعه. هذا الطير على اسمه بدران. الطير طلع مجهزين والحمد لله رب العالمين. توفقنا اليوم باول الفار وكان طالع نصيبه. عقبال الشباب ان شاء الله الطيور. هذه اول حبار الفريق الشقب كذا يرضيكم. ونسأل الله التوفيق لكن ما ظني. استاري ابو فهد والله لقينا اثرها قصناها شوي وطارت قدامنا وهديت والحمد لله صادها الطير ابو فهد سالم فر عنده الحباري عنده كل شيء انت مريض برقع هذه برقع نس ما بغيت تمام كالعرق ذا اضربه اضربه الشمالي ما جينا خلينا نضرب عليه ونقبل انتسب على طول خشم العرق مروه الفريق ترى الحبار مسجل لكم زين زين بيض الله وجهك بيض الله وجهك هذه الحبار الثانيه فريق الشباب نتمنى من الله التوفيق ان شاء الله ومتبوعه ان شاء الله طارت
مع الربع نفرع للطير واطلع الطير معي ولزنت على الشباب الحمد لله. كنا ضارب المسحبية من شمال وأطلع طير من عندنا يوم أطلع وطارت الحمد لله صدنا هاي إحضار الثالثة اليوم الله كريم إن شاء الله أي برجع. هذه الإحبارة الثالثة لفريق الشقب ومتبوعة بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. هذه الإحبارة طلعت معي الحين طارت هذه الحبارة الرابعة والله يوفقنا إن شاء الله ومتبوعة بإذن الله. الفريق الشقر أتمنى من الله التوفيق إن شاء الله متبوعة إن شاء الله بإذن الواحد إن شاء الله. حماس الشباب ما شاء الله عليهم متحمسين من أول يوم دخلنا إلى اليوم إلى آخر ساعة في وقف الصيد إلى آخر ساعة وآخر يوم في المسابقة إن شاء الله ونتمنى من الله التوفيق والتأهيل نتأهل فريق الشقب هذا شيء من جهد الشباب بيض الله وجههم وما حالفهم الحظ أكيد إن فريق الشقب بيبارك للفريق اللي متأهل. Thank you.
المغرب الجاع الشمالي يهوزكم وكاوش كاوش كيف يا رب أجل غيرها نطلبها ولا هدو واحد وديو لحظة يا رب أكدوك ضربنا العرق سعد ضربنا العرق وجينا عين ابو علي حر الحباره طلعت حضر الدرج وهديت عليها والحمد لله شوت عند صادو حينا بقى جديد خشمك هذه الحباره الاولى الاستاذيه اليوم ونقول لفريق الاستاذيه ابشر بالخير ان شاء الله اليوم اخر يوم وسير الحين عسى الله يوفقنا ان شاء الله ويوفق جميع اخويانا ويوفق جميع الافرقه عسى الله يطلعهم بالسلامه وقاصين عسى الله يوفقنا وان شاء الله اليوم حشر ان شاء الله أول ما شاركنا في القلائل ويوم الحمد لله من ندخل مستأنسين ومرنا طيب الفريق ما شاء الله فريق جيد الحمد لله فضل الله كلهم فيهم الله يبارك فيهم الشباب جهد أرواحهم وما قصروا الحمد لله اللي احنا دخلنا سالمين طلعنا سالمين من المحمية إن شاء الله وإن شاء الله نحمد نوم سيد إن الله قسمنا تأهلنا في هذا من حمد ربي وما قسمنا تأهلنا في هذا شيء مهم مكتوب عن طيري صاد 9 حباري من عدد اللي حصلنا كامل في المجموعة بس ما أنا براضي عن سيرته كنت أتوقع أني بحطم رقم قياسي للسنة الله كريم إن شاء الله كل يوم أحلى من يوم بس أجمل لحظة يوم الضرب يوم الضرب الصراحة يعني جاتني معنوية مش طبيعية سواء تأهلنا ولا ما تأهلنا هذه توفيق من ربي إن تأهلنا كان بها وما تأهلنا إن شاء الله السنة الجاية من تأهل جهز اغراضنا جهز شوف فرشنا كلها عبطناها وغراضنا كلها جهزناها
وباجع عليه بس الشعب فقط. ولا جاني أمر من العمليات قلنا به ما يخلو خمس دقائق بلادين ننطلق على الصيد للساعة آخر موعد وياهم الساعة 12 أو 1 ساسم فيه وحدين وشيفنا الحمد لله. والله ما ودنا نطلع طول الفترة هذه كلها صراحة لحظات حلوة يعني الصيد حتى لو كان شوي هذا بيد الله سبحانه صيد أكيد إن شاء الله بنعيد أن الله راد. والله الأربعة أيام هذه ممتازة فيها تعب شوي لكن الحمد لله أموره زينة الحمد لله. والله ما عرفت الرياجيلة هالقطر وناس طيبة الله يجزاهم خير اللي تاحوا حق دول مجلس التعاون ومشاركة فيه. شللنا الأغراض وقلنا أننا بنفك بيت الشعر بس جاتنا لأدنى قالتنا لا تفكوا بيت الشعر عشان جامر من عمليات بيت الشعر من المطر رطب ما ينفع إذا طوي هو رطب كنت الساشة عارف الساشة العفة ولا يف هم بيطونه يبي ساعة ساعتين برا تلقى الشمس حركوا حركوا الهمة 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 صحيح. ما أول ما حولنا شايف الله يطول بعمره لقى ثار هني وقعد يقصه شيء غريب. أنا أول مشاركة لي في طرف القلايل إحباره صعبة مو نفس العمر صعبة عندنا ثلاث احبار رايحه شمال وفي فريق ثاني من شمال انها هدوا الاحبار والربع الحين بيتاكدون اذا هي احبارنا عقب شغل الحكام الله يجزاهم خير وبيض الله وجهك. حسن بن عبد الله تبك انا لا تكثروا على هالدوس يبا عشان اللجنه يعرفون شغل اللجنه فيها كفايه واذا هي رابده فيها وإذا يعكبر الرابدة ولا حفانة هم الحبارة ثار الحبارة عليها المطر وعليها الهواء وصافي وهم من قطع الثار أصلاً عندهم ومش عارفين وجهتها وين فخلاص هم نعتمد إن شاء الله هذه الحبارة حق الفريق الثاني. قرار اللجنة سليم وما يقولون لك اللي زين لكن انتمينا طول نهارنا كذا الثار هنا عليه رش مطر وعليه ذا والثار ذاك حبارها بعيد والحباري اللي هني مو غلط انه يفرى الوحده ثلاث حباري ولا غيرها فاحنا نتوكل يقول بنترك شيء لله عوضها الله خيرا منه. عندنا عندنا حسن ثلاثة كيلو طالع احبار شوف خل خل ياخذها كله لا بالعجله ياخذها حي هالراس حي هالراس والله اطلع الحباره من قرب العرق ليه احنا نشوفه وين يا الله وجهك يا طير فريق مقانيس بقياده الوالد ابو جاسم اول احبار اليوم السادسه بي رصيد فوق هذا رياض شرف عنده طعم انجلوبه
وقف الحبار عين ثارها وقصناها يمكن ما يقل أقل 50 متر شلوا المخمرة بحرت المخمرة وطلعوا الماء لقاها عم شوف العين بالخبرة لقاها ما شاء الله الله يعطيك الصحة. وهذا الحبار الثاني الفريق بقدي اطلع الطير وهدينا صاد الحمد لله. والله وجهها طير شعلان وراعي حسن طال عمره طويل. اطلع الحباره عندنا من دون اثر بشركم وجاب من دون علم من دون فيه. اجتهاد شخصي في الطير جزاه الله خير. نعم طير الله وجهه. هذه الأحبار الثالثة أنا بمسؤولين قلائل ممتازة الحمد لله لا في تعب ولا في شقا والصيد عندنا في بلادنا ومرتاحين. في اللحظة اللي هدينا الطير على الأحبار هذا يحصل لك مستعجل الحمد لله خير وعلى الحبار واجب كل شيء موجود كل شيء مجهز. لحظة صعبة علينا ما حصلت. أشكر الفريق وأشكر القلائد ومن فيها ومن سعى فيها كل هالجماعة اللي في القلائد. هذا صوت عاد ليش لأن هذا أجل الفريق. يلا يلا يا ربع يلا الساعة 4 يلا يلا وانت راقد وين قايم قم وين قايم كيف ها القايم واقف وما قدام حلوفة هناك وما طوي صحيح صحيح سلمان الا دور يا جيل الا لهويد الا دك يا هويد بعد راح كذا الا بقلل القليل مبارك الله يلا يلا اربك شوية نوم هاي والله منا فعلة خلنا نحط حق فطورنا وصقر مبارك حاصين جاهزين الله اكبر 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 الله
باقي بيت الشعر، بيت الشعر ما نطويه الا بعد ما يعطينا خبر الحكم. ان شاء الله معنا احنا ما ياخذ خمس دقائق ان شاء الله. يلا يلا تعال. مستثني طرح البيت، انا البيوت اكثرها خسانه، مستثني طرح البيت. بيض الله وجهك. الفريق اللي جاهز. يلا يلا يا رب. نطلب مكانه. نظف المكان وجاهزين اللهم خلاص نمشي ان شاء الله نقصي ان شاء الله على التوفيق. اليوم ان شاء الله في خطه نطلع ان شاء الله شوي جنوب نقوم نتمثل العرق ونروح لاخره من شمال وبنعود ان شاء الله مره ثانيه جنوب مطرفها من الغرب وبعدين ان شاء الله بنحول على المسحبيه هنا الله ييسر. سالون الصيدرة، سالون الصيدرة. قصيناها قصيناها كانت حارب والله بعدت شوي، طارت من بعيد الحمد لله وشفناها هدينا. هذه الحبارة الأولى وابشروا بالشحم والخير. أنا عذار قبل المطر طايرة شمال. راح يسحب لي الربع طلي. يلا يلا بصدر خليه يجوح. طارت يا ربع هد 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 طارت طارت
ملزم 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 هد 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 مفجر هد قلب المنبار رايح الإحضار الثالثة كيف القسم الكليب اللي في والحلقة اللي مربوطة قص الطير وطار البركة تعقلت بسرعة ثبت لين وقع ونحن نعود على الرابع الهواء قرب. هادي جاهز. جاهز. أقرب الرجل قرب. خلها بعيدة. خلها لي. خلها قريبة تعلم. هديت 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 يا ولد هديت. أنا فرح يا هادي فرح. سلمان تبع إحساس صدق هاي الآن صدق إحساس تروح معه. وفقنا والطيور ان شاء الله طيبه الهدد كان عند ابو علي هد ابو علي وهد ابو عبيد طلع كان ابو عبيد من بعيد وما سمع ايه والحمد لله ما تشابكت الطيور تقابضن على الحباره ولا صار فينا اي حاجه والامور طيبه ان شاء الله هذا الرابع اهداء المشجعين فريق الجنوب عبد الله هذه الحبارة طول عمر لقيتها تحت ترها طفل يدوس الطفل الصبح شوف ترها ولقت على نهام ولقت الرمل تعال قرب الحبارة عندي قريب وجوني الشباب وقصناها قصناها لين قامت تدرج ادرجت طيرناها هدنا عليها قرناس صادها بشي. خمسة
اهداء مشجعي فريق الجنوب. طبعا هالخمس ايام كان احسن ايام يعني مرت علي، الجمعة مع الربع والسوالف والضحك والمقناص والصيد، يعني اللحظات حلوة. القلايل بالنسبة لي انا اشوفها يعني هي تحدي الرجال، شيء مو بسهل مو بسيط، اللي يبي البيرق بيتعب. كنا نطمح اكثر يعني، بس هذا الحمد لله يعني اللي قدرنا عليه يعني الربع. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ورجع لكم من جلسنا في العريق عقب ما شفنا سد الافرغ الاربعه اللي هو الشقب ومقانيس قطر وسيليه والجنوب. لكن فيه بعض الامور صارت في المسابقه سبحان الله، فربي ادرى فريق الجنوب من امر صار، لكن ظهر الحكم تاخر عليه فما شافه، لكن شافوا الربع وشافوا اللي هم التصوير. ابو نهار في لقطه موضوع الربع هم ظاهرين معودين للمحمية للجنة وهم ظاهرين، هدوا الحبارة. نعم. وهدوا طير ثاني معهم، جات الطيور الاثنين تشابكت على الحبارة نفسها. من ضمن قانون اللجنة إذا تشابكت الطيور في إنذار، إذا تعرض الطير الأذى أو صارت له مشكلة. هو الضرر بيكون عليه هو. خلنا نقول إذا الطير صارت له مشكلة، أنت عندكم خصم 60 نقطة إذا صارت الطير. نعم. إذا الطير تعوض. زين. خلنا أشوف معكم مع المشاهدين مع أخوي زامل أبو عبد الله محمد الملهية وأخوي ناصر بن عبد القحطاني. نشوف اللقطة الآن مع الجمهور يوم هذا الطيرين، وكان اللي عند الطير اللي عند الحبارة من الفريق الجنوب هو أخوي عبد الله بن صقر البوعنين. الحادثة تكررت أكيد، من اللي كان عندها؟ ما بقى أخوي عبد الله بن صقر، سلمان المخضر. سلمان. إيه نعم. سلمان بن راشد المري. والحادثة تكررت مع الحكم فريق ثاني قد صارت من قبل في موسم سابق. موضوع الطيور الآن وتشابكت عند الحبارة، الحكم ما شاف، وهذا طلع من حظ الفريق ان الحكم ما شاف. انت شوف اول نقطه للحكم، الحكم حركته مش خفيفه ورا الفريق ثقيله، بحكم ان الحكم معاه مصورين كان مطلع من بعيد يعني ما انعذر، والطير من بعيد وهدينهم من بعيد، ولين وصل الحكم اعتقد الشباب زامل كان زامل موجود وصور في السناب، ابو عبد الله وصوره في السناب، طلعت لقطه السناب انه هو بصقر صح؟ لا ما هو بصقر، سلمان سلمان وعبد الله بيعزل الطيور من بعض. اي نعم. جود وخنق الطير عشان يعزلها من الحبارة. صح. لكن الطريقة ما كانت صحيحة للأسف. أنا شفتها عند أخوي زامل في السناب منزله. الطيور ما كانت متشابكة ترى. الطيور اثنين على الحبارة. على الحبارة نفسها نعم صحيح. لكن طريقة عزله للطير ما كانت صحيحة، ولو كنت أنا موجود أو الحكم شاف الحركة هذه اللي استوت كان خذ الفريق انذار على الحركة هذه. انذار أول. اي نعم. طبعا ما راح ياخره اللي هو في الطلوع ساعتين الا عقب الانذار الثاني. لا هاي الانذار الاول الرسمي. زين، وحنا نقول الحمد لله الطير الثاني ما صار له شيء، لو صار له شيء كان خصمت نقاط 60 نقطة. 60 نقطة وكان ممكن يتأهل فيها فريق السيلية. نبي نعرف الانسب الحين اذا تشابكت الطيور شو يسوي؟ بالنسبة لقانون اللجنة. انت ما عندك الطيور ما تشابك ترى. لو تشابكت الطيور وش الحل؟ تشابكت الضرر عليه هو مش ولا اني احذفها. لا انت تتكلم عن ايش الحل يعني اللي يسويه؟ هذه طرق يسويها متسابقين. طرق كثيره طرق معروفه صحيح. بعضهم يحذف الطيور اثنين مع بعض فوق عشان تفك من بعض. حتى الخنق طريقه لكل شخص. نعم. لكن هم ما اظن يستخدموا الطريقه هذه لان هالطريقه هم اكثر تشابك الطيور عندهم على حباري.
فهو يمكن الحبارة عنده أهم من الطيور نبي يحصل عشان ما يفرطها وممكن أنه يتفادى بعد أنها تشابك الطيور لأن الطيور ما تشابكت عزلها قبل تشابك هذا يتفاداها عشان ما تقدم حاجة الثاني عزلها بيده ثاني عزلها عز بس صراحة المقطع أنا شفته في السناب أوضح من الفيديو واضح ما تشابكت الطيور نهائي زين الطيور الطلع صارت عليها مشاكل معك مع الأفرقة والله السنة طبقنا لهم قرار كان جديد اللي هو موضوع الطلع اي فريقين يلزون بعض مسافه قريبه يمنع الفريقين من انهم يفرعون بطيورهم اذا لزوا على بعض اي نعم ما يسمح الا للفريق اللي عنده ثر واذا كانوا اثنين عندهم ثري اثنينهم يبرقعون الطيور اذا شو الحل ولا صيد اجل احنا بعد احنا اللجنه شو الحل شو تسوي انا قارص انت منعت قال قارص حلو وانا اذا خليت الفريقين جنب بعض هدوا على بعض وتشابكت طيورهم زين وتشابكت الفرق مع بعض تفصلهم قل افصلهم من الثاني خليها اقصر احنا سيد محميه 25 كيلو في 20 كيلو احنا الفرق من تسرح اليوم عندنا من الصبح ثلاث فرق وهي في جنب بعض يعني وصلوا للمسافه 180 متر على الشاشه نشوفه قانونك نحترمه بس انت الحين منعتهم اثنين صح؟ انا داخل في المحميه عندي بطوله وبجمع نقاط حلو انت تقول اشرح غير اتجاهك بالحال بحيث انه هو يغير اتجاهه هو انا ملزمه والاثر انا قاصه هذا الحين عندك الاثر برجع طيرك كمل عليه انك تقول اذا حصلت اثنين كلهم مع بعض اطلع طيرك وهديته اروح لحبار الفريق الثاني انت تعطلت والفريق الثاني تعطل معك زين ليش ما يبرقع وينزل يركب على ثرى وانا شفت انا قلت يبرقعون الاثنين وينزلون على ثري كل واحد ركب كان هذه حبار الفريق هذا ولا هذا الوقت تزامن وبعدين الوقت على التحمل ما يجي الوقت ليش انت الوقت بيخدمك الطير الطلع انه بيختصر عليك الوقت انا ما لي في الموتر اركب عليها انا على دنون وعادي بقصر ثاني ممكن الطير الطلع ياخر اكثر ممكن تسد على حبار الفريق الثاني وبتقول هذه حبراي بنوقف الفريقين بينزلون الحكام يقصون ثري الحبار ليش ما يكون امر من اللجنه أي. انت خلاص اذا تسوف الامر نعم. يا اخي انت تظهر جنود يظهر شمال واخر من المكان ده والمكان ده خاص ما لا لك اثر فيه ولا لك انا مبلغ لا ما انا مبلغ على اثر عنده اذا انت منعت الثرين انت الحين انا منعت الطلع يا سعيد ما منعت الثر ما منعت الثر انا يقص ثر حباره كمل معه زين لكن ما يفرع الطيره ويهد الفريق الثاني هاي مشكلتك لو طارت الحباره الفريق الثاني هد عليه زين هم قاعده عدم موجود ما حليت الموضوع عدم اثنين عند نفس الاثر خلاص بالصون 3 وابد متقبلين الموضوع كلهم الفرق اليوم ما عندهم مشكله ما عندهم مشكله زين على طاري الاثر وعلى طاري هالموضوع ده فيه ميكانيس قطر يمكن مع نعم. اخوي ملهيه وهم يقصون مع الواد محمد ابو جاسم الكعبي نعم. قص اثر وحباره وانقطع القص منهم وصاد الحباره فريق الشقب نعم. كيف والحباره الميكانيس قطر فريق ميكانيس يقصوا لهم حباره من جنوب هذا من قصه الوالد الحين اي نعم من جنوب رايح شمال زين ونزلوا عليهم فريق الشقب من شمال وجايين جنوب ويوم اقبل عليهم فقال لهم الحكم الفريق اللي قدامكم عنده اثر اللي هو فريق ميكانيس بس ميكانيس مبلغ قبل لكن طارت الحباره عند الشقب وهدوا عليها طارت عند الشقب اي نعم وهدوا عليها وصادوا الحباره طارت ولا طلعوا بنار لا طارت الحباره وهدوا عليها الفريق طارت عند الشقب انت فريق ما بعد قصد لا عندهم اثر بس اللي مبلغ قبل ميكانيس وتعتبر الحبارة ذي حبارة ميكانيس تعتبر حبارة ميكانيس إذا هم أثبتوا لنا ثارها وين مكانها نزلنا عليهم نبغي ثار الحبارة مروناها وقفوا كل واحد جيه يروي ثار الحبارة من ينقطع ثارها ينتهي بلاغ الثار معاها على طول أنا ما أدري ليش عندي إحساس إنه أبو عبد الله الحبارة ذي حبارة ميكانيس والله الله أعلم هم أبو نهار والربع كانوا موجودين والثار ما طلعوه نزلوا وقفنا الفريق يقص الثار يضيع يجيك واقف تقول له طيب روني الثار عشان نثبت الحبارة ما حباركم احنا نبغي الثر عشان الحكم نظر انا وداني الوالد ابو جاسم تعرف وين المصيبة ذي الحين اللي هم نسمع ولا المشاهدين ناصر يمكن انت عشت على استهداف المصيبة اللي في وشي لو ان فريق ميكانيس متلاز وباقي له الحبارة ذي هي اللي تفوزه نعم حلو وانحرم منها وصادها الشقب هذا هنا مصيبة كبيرة عند الفريق على فكرة ابو عجان انا قطعهم خير لو ميكانيس هم عارفين في قناعة نفسهم انهم صيدهم الايام اللي طافت صيدين وافر كان والله ما يخلون الحبارة يمكن يقعدون ويتأخرون ويتكلمون كانوا كل يحزن منها اي بيقول حسن من قبل سعيد الرابع كانوا موجودين اليوم وشافوا فريق ميكانيس كان واحد اللي قصر الحبارة اللي هو طلع عليك اعتقد اخونا من الكويت شو اسمه والوالد بعدنا والوالد يقص الثر لكن ما تكلم والله لو كان من غير حلفان ابو ناهر ضرب لو كان الفريق
ملازه وداري انه هو بياخذ البيرق والحبارة ذي حرمته اياه وظهر في النتائج ان ذي معرومنا راح يحس بظهر واجد حلو. احنا دورنا اثر معاه ترى مبدئيا ترى احنا دورنا اثر معاه قال احتمال انها المقاييس. ابو عايض انت كيف؟ اكيد ما نقهر. تنقهر ولا ما تنقهر؟ اكيد هذا اللي هاي اللي بتفوزني اللي بتاهلني على البيرق. مرة ثانية خمس الحالة في المسابقة موجود هو موجود معنا اليوم موجود انا اليوم معه زين ما قلت يعني عن نفسي انا بقول لك يدور ثارها راح يساعدهم يدور ثارها ممنوع ها معنا ممنوع والله واقف ابو جاسم غبن ناصر ودي انه شوف هو بحسن نية وسله انا ايش قلت له والله قال لي خلهم عشان ما تخرب عليهم قطع ثارهم ولا شيء عشان خاطر تدوس ثارها ايوه وقف عند الحكم لكن الحمد لله على كل حال اللي كان بيحز بالخاطر لو ان فريق مقانيس كان لاز الفريق اللي هو مثل جنوب ولا سعيليه بالنقاط وعقبه حرمتني من النقطه هذه واللي قد صارت مع فريق الوسيل يوم تاخر في التصوير ولا صادها صارت عنده مشكله كبيره تتذكر الموضوع ده في المرحله اللي راحت لكن ان شاء الله جاي فالهم صيد ان شاء الله الزمان الجاي والوقت داهمنا خلينا نروح مع المشاهدين ودنا نسولف اكثر في مواضيع الامور تصير في المحميه لكن الوقت داهمنا نشوف سلام شات القلايل مشاهدينا الكرام وراجعين لكم فريق جنوب مرحبا معلومكم احنا متسرق عادي بس هذا المنصة رحي منصة الساعة 9 لا إله إلا الله الجنوب علومكم الخير إن شاء الله يلا حيهم والجمهور إن شاء الله يبشرون بالخير وينتظرون ينتظرون إن شاء الله بإذن الله بإذن الله شيء منظمة اليوم ولا والله إن شاء الله جيب الله خير الله كريم الله كريم فريق الشباب راكم الصيد استا يا ابو طالب لا ما عليك تستاهلون تستاهلون بطاقتك الشخصيه وين لا لا عطني اياها عشان اقدم لك على الحباري مشكور الله يجزاك خير عندي وايد خلاص كنا نبغيها حق القناة هذا يعني تشجع نفسك بنفسك؟ نعم اشجع نفسي بنفسي والوعد في المنصة باذن الله تنام عليك. الساعة كم من الوعد المنصة؟ الساعة 2 بالتو وياك يا رب. بس ما شاء الله خبار وخير وصيد حشرته. حشرت اللي في الصيد. بشر السلامة. الله يعين الفرق الثانية اللي بيدشون. بشر السلامة ما غير الناشب العرب. شو تقول ما غير ايش؟ والله ما غير الناشب العرب على حباري. هم في جو وحنا في جو من حلوى نهارك تنشر على خلاص. جميل. اخر شيء شو تقول؟ يجون يتعبون انفسهم ولا يرتاحون يقيلون؟ والله انا اقول لك ترى صعبه صعبه؟ شفنا معاكم طبعا الربع وشفنا تعليقاتهم الظاهر فريق مقانيس انهم يعني احنا حمينا وقلنا لها ان شاء الله لهم الربع لا سامحين منها سامحين منها نعم ما يبون يقولوا مو بحبارانا يقولوا مو بحبارانا سامحين منها اللي ما يقسم عشر لهم وجعلها ان شاء الله فالفوز للشقوي ان شاء الله في العوام الجايه باذن الله تعالى آمين. طبعا بكره العسس راح يدخلون العسس الافرقه راح يدخلون بكره ان شاء الله المحميه ما ادري بنشوف الاجواء ممكن تساعدهم طبعا اجواء الجوله الاولى كان فيها عج وهواء وبرد مطر خلينا نشوف مع المشاهدين جو بكره كيف وهو راح يناسبهم ولا لا باذن الله تعالى راح يساعدهم ولا لا ان شاء الله الاجواء بكره ان شاء الله زينه وان شاء الله العسس ان شاء الله بيحصلوا اماكنهم على ساعه وعلى راحه بال ولا ببرد باذن الله ما ببرد بس لا ان شاء الله في برد لكن هو ارحم من الايام اللي راحت طبعا وصلنا ختام حلقتنا اليوم وإلى اللقاء باذن الله تعالى بنفس الموعد بكره الساعه 9 لكن ختام حلقتنا راح يكون مع الفريق الفائز لفريق الجنوب في بطوله القلاعين حمال الله احضاره يلا عندي فرح احضاره الله
يا ربي استهلال يا فريق الجنوب.